اهلا ومرحبا بكم اعزائي المشاهدين، وانا التقيكم في حلقه جديده من برنامجكم 10 سكايب حديث عراقي. في كل بلدان الدنيا، في كل شعوب الارض، هناك تجمعات اجتماعيه تعمل ضمن المجتمع الواحد لتنميه المجتمع، لتقويه المجتمع، لتاسيس ارضيه لغد اجمل، لمستقبل اجمل، للأمان، للتقدم، للسعادة. ترفض المجتمع بمقومات النمو والنهوض. وعندنا في العراق كانت العشائر طوال سنوات التي سبقت ربما عام احتلال العراق من 2003، كانت العشائر يعني من بداية تأسيس الدولة العراقية قبل ذلك، كانت العشائر سندا لهذا المجتمع، هي من تدفع للمجتمع بخيرة الناس، بخيرة العقول، بخيرة الآراء، هي من تساند المجتمع، هي من تحمي قيمه وتشكل جزء أو معين أو خزان لقواه الاجتماعية والوطنية. وثورة العشرين شاهد على ذلك، قامت به العشائر، ما قامت به العشائر مسجل ويعني أضاء التاريخ بما قامت به من أفعال وطنية يعني طوال هذه السنوات، هي مثار فخر لكل العراقيين. في ثورة العشرين كانت ثورة العشائر، ثورة العراقيين الأباة الذين رفضوا الضيمة، رفضوا الاستعمار، ورفضوا القهرة، ورفضوا كل أساليب الاستعمار، وأرادوا أن يتقدم وطنهم، وأرادوا أن يقدموا للوطن غدا جديدا وجميلا، وقدموا من أجل ذلك يعني الدماء الزكية والتضحيات الكبيرة. هذا هو واقع العراق. لكن 18 سنة لحد الآن، مع احترامنا للعشائر، ونحن بلد عشائري وبلد نعتز بعشائرنا وقبائلنا، لكن 18 سنة لحد الآن منذ احتلال العراق عام 2003 لحد الآن، تحولت كثير من العشائر إلى تجمعات قوة، تجمعات، والقوة ليس عيبا، لكن تجمعات ممزقة للقيم، ممزقة للفكر، ممزقة للمجتمع بطريقة أو بأخرى. وأنا أتكلم ربما عن بعض العشائر، لا أقول كل العشائر، لكن بعض العشائر، وأتكلم تحديدا عن الرمي، عن استخدام السلاح بطريقة عشوائية وبطريقة معيبة وبطريقة غريبة عجيبة. السلاح منفلت في العراق، نعم، والكل يحمل السلاح، وهذه الحكومات التي جاءت من عام 2003 لحد الآن هي تساعد على هذا الانفلات، وهذه فوضى في السلاح، لكنها تتحدث عن جمع السلاح ويعني حصر السلاح بيد الدولة، وهذه كذبة كبيرة الحقيقة. الكل يحمل السلاح، وصل أن العشائر تحمل أسلحة متوسطة، خفيفة ومتوسطة وثقيلة. بعض العشائر تمتلك دبابات، هذه كارثة، يعني هذه ليست موجودة في كل العالم. يعني العشائر صارت يعني حكومات خاصة تتحكم بالناس بطريقة أو بأخرى، يعني يرمون بالأفراح والأحزان وفي كل المناسبات رمي غريب عجيب. لا يمر ربما أسبوع إلا ونسمع أن هناك صراع بين عشيرتين في البصرة، في العمارة، في السماء، وما أعرف، في كل مكان، في بغداد، في مدينة الثورة اللي يسموها الصدر الآن، صراعات قوية يذهب ضحيتها عشرات القتلى وعشرات الجرحى وبدون سبب، والدولة غائبة وموجودة. طبعا الصور التي تنقل أن قوات الأمن موجودة في وسط هؤلاء، لكنها لا تفعل شيئا، يعني لا يريد، غير قادر على أن تفعل شيئا. العشيرة صارت وسلاحها أقوى من قانون الدولة وأقوى من الدولة، والدولة غائبة حقيقة. إحنا ليس لدينا دولة. هناك الحديث عن أسماء غريبة عجيبة، عن الدقة، عن العراضة، عن غيرها، وهذه كلها يعني حتى إذا يحتفلون بعشرتين بيناتهم، يحتفلون بزيارة، يرمون رمي، ربما يعني الناس ترعب منهم من كثر الرمي لساعات طويلة. إذا مات أحدا
استمر وهذا في النجف وغيرها وكربلاء وكثير من الأحداث، وآخرها كان في قبل أيام في مدينة الثورة، ولا أحد يعرف السبب. الناس ترعب في بيوتها، تحاول أن تجد أي مخبأ لها من هذا الرصاص، لا والدولة لا هي، لا أحد يتدخل نهائيا، لا أحد يتدخل إلى الحد الذي هم يمتنعون عن الرمي، يعني يصلون إلى لحظة معينة يمتنعون عنها، أي خلاص انتهت احتفاليتهم. ما هذا يعني؟ ويخلفون عشرات القتلى والجرحى، آخر أطفال كثير، رصاص تائه، هذا الإطلاقات التائه هذه التي تقع على الأطفال، تقع على البيوت، بيوت دمرت، كثير منهم يحملون قاذفات ضد الدروع، رشاشات ثقيلة، رشاشات متوسطة وخفيفة، ومسدسات ورصاص في كل مكان، ولا أحد يتحدث معهم، وتحملهم السيارات في كل مكان، ويقطعون الشوارع، يقطعون الطرق، والعشيرة الفلانية ولديها سلطة كاملة وكأنها دولة فوق الدولة. نعم، نحن نحتاج إلى العشيرة، نحتاج إلى التماسك. العشيرة جزء من مقومات القيم والأخلاق، واللي هي اللي ترفد المجتمع بخيرة الرجال وخيرة العقول وخيرة القيم، اللي تحافظ على القيم وتحافظ على المجتمع وتنمي الفكر الوطني والهوية الوطنية الواحدة، لكنها ليست هوية أعلى من الوطنية، أعلى من الهوية الموحدة. العشيرة ليست هوية أعلى من هوية الوطن، هذه كذبة كبيرة. هم يحاولون أن يخلقوا هذه الكذبة مثلما خلقوا سنة وشيعة وكرد وعرب، وهذه والطوائف ودستورهم هذا الكسيح يتحدث عنها، هكذا تحولت العشيرة. فبالتالي ضعف القانون، ضعف الجهات الرقابية والأمنية، لا وجود له، انفلات السلاح، يعني سلطة العشيرة صارت أعلى من سلطة الدولة، والدولة غائبة. هذا كل يعني قد جعل المواطن يفقد الثقة بالأجهزة الأمنية والأجهزة العسكرية، هذه التي يعني يستقطع من موازنته سنويا يعني ثلث الموازنة وأكثر من ثلث الموازنة لهذه القوى لكي تضبط الأمن، القوى الأمنية و16 مادري 17 جهاز أمني. وبالتالي هذا الانفلات بهذا الشكل، ويخرج أي رئيس وزراء من ضمنهم الكاظم يتحدث عن ضبط الأمن وحصر السلاح بيد الدولة، ويذهبوا إلى الانتخابات، أي انتخابات وأي أمن وأي أمان وأي ضبط للأمن؟ مع الأسف الشديد العراق في فوضى عارمة، والكل ربما يعني بسبب هذه الفوضى قد دفع إلى التخلي عن عقله، إلى التخلي عن قيم كثيرة، إلى التخلي عن الحرص عن أبناء بلده. يعني أهم شيء أن تحافظوا على أهل العراق، على أهلكم، على ناسكم. يعني هذا الصراع بين العشائر مرفوض، هذه المظاهر المسلحة كلها مرفوضة. لم يفكر المجتمع ولم يتراجع عن هذه التصرفات، نحن ذاهبون إلى قعر الهاوية، والدولة غير موجودة، وأنظمتها غير موجودة، وكل هذه الأجهزة الأمنية كذبة كبيرة. أترككم بخير، وألتقيكم في حلقة قادمة إن شاء الله.